ثلاث لاعبين يعززون صفوف الوداد أمام الفتح. يواجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم الاثنين المقبل ضيفه الفتح الرباطي برسم مباريات الجولة الأخيرة من البطولة، ومن المقرر أن تعرف المباراة المذكورة عودة كل من أمين فرحان، جلال الدودي بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى يحيى عطية الله بعد شفائه من الإصابة التي كان قد تعرض لها في وقت سابق. وسيتسلم النادي الأحمر درع البطولة الاحترافية مباشرة بعد نهاية المواجهة المذكورة، وذلك بعدما توج الفريق رسميا يوم الأربعاء باللقب عقب تعادله أمام المولودية الوجدية بهدفين لمثلهما. وكان أبناء وليد الركراكي قد حققوا الثنائية هذا الموسم بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري الاحترافي، حاصدين بذلك الأخضر واليابس. تصدر الإشارة إلى أن المواجهة المذكورة بين الفريقين ستجرى الاثنين المقبل بداية من الساعة 6 مساء على أرضية الملعب الرياضي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.